عقب فوز الأول على يوسفية برشيد في لقاء الأعصاب وفوز الفريق الحسيمي الذي جدد تفوقه على النادي القنيطري. التفاصيل مع المهدي صواب والصورة بعدسة عبد العالي عميراش وأمين حدو. هذه المشاهد تعكس أن الهواية شر لا مفر منه، أحب من أحب وكره من كره. بعدما انتشرت لغة التوتر داخل المستطيل الأخضر أكثر منه في المدرجات، وكأننا أمام مباريات بين فرق الأحياء وليس النخبة. كان غادي بشكل طبيعي، شكل جيد، فتنظن أنه البنك الاحتياط ديال فريق الفتح الرباطي مسجلوا هدف ثالث، فيعني بجيست لا أخلاقي اللي خلى أنه تنوض هذه الفوضى. وتنتمناو أن أخ مصطفى باش ما تبقاش هاد الأشياء باش نزيدوا بالكرة المغربية للأمام. كان بعض يعني بعض التشنجات صراحة، شي حوايج اللي مدة هذه ما شفناهم صراحة في الفرق الوطنية اللي كتلعب بهذه الطريقة هذه. أما شريط المواجهة فجاء مثيرا قبل ما تم الجولة الأولى بدقائق عبر هدف السابق الذي وقعه عمر بوطيب بنيران صديقة لمصلحة الفتح الرباطي، هدف لم يؤثر على معنويات يوسفية برشيد الذي أدرك التعادل بفضل الإيفواري ألكسندر كوا في الدقيقة 50. نفس اللاعب واصل توهجه مانحا الهدف الثاني لممثل القسم الثاني في الدقيقة 62، هدف عقد من مأمورية بطل هذه المسابقة 5 مرات، والذي صار مطالبا بتسجيل هدفين للتأهل على ضوء التعادل السلبي ذهابا، وهو ما تأتى له عن طريق يوسف ساكور الذي عدل الكفة في الدقيقة 70، ثم محمد فوزير صاحب هدف الخلاص في الدقيقة 5 بعد 90. في الدقائق الأخيرة سجلنا الأهداف، يعني خلات اللاعبين يرجعوا النفسية ديالهم، وإن شاء الله يعني هنا الدور الثاني إن شاء الله. اصطدمنا بحكام، اصطدمنا بجمهور، بلاعبين من العيار الثقيل، ولكن وقفنا ضد ديالهم والحمد لله. نتمنى لهم التوفيق وحد سعيد الفريق يوسف برشيد.